عندي هون هلا عندي 12 ستيتر بول. اذا واضح انه ثيتا اس بتساوي 360 درجه على 12 وتساوي 30 ديجريز، مزبوط. هلا نطلع على الروتر، الروتر عندي هون انا بدي ارسمه، بدي احاول ارسمه بحيث انه يجيب 8، فهي عندي 1، هي 2، هي 3، هي 4، وبدي احط بس 4 ان بتوين، مزبوط، حتى يصيروا 8. رسمي انا مش دقيق فببين هذا انه قدام البي هو مش قدام البي. هيك صار 8، مزبوط، 1 2 3 4 5 6 7 8، راح اوصل بينهم. اوكي، هي عندي هون روتر فيه 8، اذا عندي هون ان ار بساوي 8، اذا ثيتا ار بتساوي 360 على 8 بتطلع 45 ديجري، مزبوط. مين اكبر هلا، ثيتا اس ولا ثيتا ار؟ ثيتا ار. اذا بكون عندي دلتا ثيتا بدها تساوي ثيتا ار ماينس ار ثيتا اس وتساوي هاي 45 ماينس ار مضروبه في 30. ايش اكبر قيمه لار ممكن بحيث انها تكون فيزبل؟ واحد. لو حطيتها 2 شو بتصير؟ 2 في 30 60. اذا بصير عندي هلا بحط ار بتساوي 1، بصير عندي دلتا ثيتا بتساوي 45 ناقص 30 وتساوي 15 ديجري بير ستيب. اوكي ماشي، وهي فعلا 15 درجه، مزبوط. متذكرين المره الماضيه لما طلعنا عليها؟ راح تتحرك عندي هذه هون عندي 90 بين الاي والاي 90، مزبوط، 30 30 30، مزبوط. اذا هاي صارت 30، هاي الزاويه 45. تتذكروا لما كان يتحرك كان هذا يتحرك من هون لهون، مزبوط، 15 درجه. هاف ستيبنج راح تصير 7.5، مايكرو ستيبنج راح تنزل اقل من هيك.